السلام عليكم. السلام يا دكتور. هنكمل الجزء الأخير إن شاء الله دلوقتي من المحاضرة. هنشرح أمرين مهمين. كان في أمر في المحاضرة فاتت ما مشرحناهوش بشكل جيد، أجلناه، اللي هو أمر اسمه سيجمنت. الأمر ده موجود في مجموعة اسمها Convert Instruction، مجموعة التحويلات الكونفرجن أو الكونفرت Instruction. الأمر ده بيتعامل مع 7 سيجمنت العادية اللي هي كام طرف؟ 8 أطراف، اللي هي شكلها عامل كده، اللي هي دي بيتعامل معاها. دي لا 8 أطراف ليه؟ عشان في طرف اللي هو الكومن، سواء بقى كان كومن أنود أو كومن كاثود، وسبع أطراف طرف لكل سيجمنت A B C D E F G، وبالتالي دي بيتم توصيلها على البي ال سي كثمان أطراف. طبعا احنا كنا عملنا مقارنة سريعة بينها وبين ال 7 سيجمنت اللي شغالة بي سي دي، وقلنا مين الافضل اللي شغاله بي سي دي. افضل افضل ليه؟ لانها 4 اطراف مش 7، يعني دي محتاجه كام اوتبوت على البي ال سي؟ 7. الثانيه محتاجه 4، فاكيد الثانيه اسلاك اقل، فبالتالي بتستهلك اوتبوت اقل فتبقى افضل. بس عايزين نعرف لو احنا عندنا 7 سيجمنت تمام.
متوصله مع البي ال سي، هنبرمجها ازاي؟ هنكتب لها يعني عشان نعمل اظهار للرقم عليها، هيظهر ازاي الرقم ده؟ في امر اسمه سيجمنت، اللي هو الامر ده موجود في سيمنز، مجموعه اسمها كونفرت في سيمنز مايكروين اهي، جوه البرنامج جوه مايكروين، جوه مجموعه اسمها كونفرت انستراكشن، اخر امر اسمه ايه؟ سيجمنت. الامر ده لما نفتح الهيلب بتاعه هنلاقيه مشروح بالتفصيل في الهيلب بالشكل ده اهو، امر سيجمنت. الامر ده ليه انبوت وليه اوتبوت، ليه انبوت وليه ايه اوتبوت. يعني لو كنا نحط البرنامج هنا، لو خدنا مثلا كونتاكت وراها امر بي وحطينا امر سيجمنت وكونفرت اهو سيجمنت، فليه انبوت وليه ايه اوتبوت. هنخلي الانبوت يشغل امر وليكن اي 0 0. الانبوت اللي هيكتب هنا للامر لازم يكون حجمه بايت. طب انا جبت الكلام ده منين؟ من الهيلب. الانبوت هتلاقيه لازم يكون حجمه بايت، في بي اي بي كيو بي ام، لازم يكون الميموري حجمها ايه بايت. بايت يعني كام بت؟ 8 بت. فمثلا نكتب ايه؟ مثلا ام بي 1 ام بي 1 مثلا. طيب الاوتبوت هاخده على مين؟ هاخده على حاجه ممكن يبقى ماركر تاني حجم بايت، وانت عايز تظهر الداتا عليه. فلو انا موصل ال 7 سيجمنت مع الاوتبوت مع الكيو، فاختار ان الاوتبوت يبقى مثلا ايه كيو دي. فانا كده بحول القيمه اللي جوه ام بي 1 واخزنها فين؟ في كيو بي 0. طب بحولها ازاي؟ طبقا لامر سيجمنت ده. طب سيجمنت ده بيعمل ايه؟ تعال نشوف القصه كلها ايه؟ ان انت لو موصل مع الكيو بي 0 دي 7 سيجمنت، 7 اطراف يعني، لسبع خلايا، فانت مثلا عشان تعمل اظهار لرقم 0 عليها، لو انت عايز تكتب رقم 0 على 7 سيجمنت، فانت يكفي انك تدخل في الانبوت هنا في الداتا اللي داخله في الانبوت رقم 0، هو هيروح محوله للزيرو ده، هيتحول للرقم ده كده. يتحول لايه؟ لو نقراه من الشمال لليمين يبقى 0 0 1 1 1 1 1 1 لحد الاخر. ويتخزن الرقم ده فين؟ في الاوتبوت اللي انت كاتبه في الاوتبوت. طب ليه الرقم ده اتخزن بالشكل ده؟ عشان الرقم ده هو اللي هيخلي 7 سيجما تنور تكتب لك 0. طيب عشان نفهم اكتر نرجع للباوربوينت. يعني ثانية يا زياد ولا ايه؟ انا سامع حضرتك يا دكتور. طيب كل حضرتك هي زي فانكشن كده صح؟ ايوه زي فانكشن او زي ديكودر. دلوقتي عشان انا اكتب رقم 0 على 7 سيجمنت محتاج انورهم كلهم ما عدا الخليه رقم جي. فانا عايز يطلع الاوتبوت ايه؟ يطلع هنا 1 على A، ويطلع 1 لبي، ويطلع 1 لسي، و1 لدي، و1 لاي، و1 لاف. 1 يعني تنور، فبالتالي السبع خلايا دول هينوروا كلهم ما عدا الخليه رقم جي هي اللي مش هتنور. فلما كلهم ينوروا ما عدا جي، فده في الاخر هيظهر رقم ايه؟ رقم 0. فلو انا عندي رقم 0 عايز اظهره محتاج انور الست خلايا دول اللي هم A و B و C و D و E و F ما عدا جي. فلو جينا نبص على الامر اهو، عشان اكتب 0 محتاج انور A و B و C و D و E و F ما عدا جي. عشان انور مثلا رقم 5 محتاج 1 0، يعني محتاج الحاجات دي كلها 1 0 1 1 0 1 1. ليه؟ نمبر 5 هيبقى كده اهو، ده شكله. محتاج انور دي لا، دي تنور، دي تنور، دي لا، دي تنور، ودي تنور. يعني كلهم ينوروا ما عدا بي وما عدا الخليه دي. وبالتالي عشان اكتب رقم 5 بي مش هتنور واي مش هتنور، لكن الباقي كله ينور عشان يظهر لي رقم 5. فبقى الفانكشن دي بتعمل لي كده، انا لو دخلت الامر ده هنا، لو خدت هنا 5 هتطلع صور وحايد تنور رقم 5، لو مسجل هنا 6 هتطلع رقم يكتب رقم 6 على 7. نعم يا دكتور. فهمتني؟ انا فاهم يا دكتور. تمام، يبقى الامر ده في الاخر عباره عن فانكشن او كود بيخش له انبوت بيحوله لصور وحايد طبقا للجدول ده عشان يكتب الرقم على 7 سيجمنت بشكل صحيح. طيب لو انا محتاج بقى اعمل اظهار لرقم احد وعشرات هحتاج كم امر سيجمنت؟ امرين، لان السيجمنت ده بيتعامل مع بايت، يعني مع 7 سيجمنت واحده. فلو عندي احد وعشرات هحتاج 2 امر سيجمنت في البرنامج، واحد للاحاد وواحد للايه؟
من عشرات. معايا؟ في امر بقى تاني اللي هو الامر اللي بيحول من انتجر او من باينري الى باينري كود ديسمال، اسمه فروم انتجر تو بي سي دي. برضه الامر التاني ده موجود في مجموعه الكونفرت، برضه لو دخلنا في سيمز كده على مجموعه الكونفرت هنلاقي في امر هنا اهو، اهو من بي سي دي لانتجر، وتحتيه امر تاني من انتجر لايه؟ لبي سي دي. دول الاوامر موجوده في مجموعه اسمها ايه؟ الكونفرت انستراكشن. طب الامر ده اللي هو بيحول من انتجر لبي سي دي او من بي سي دي لانتجر ده بيعمل، بيبقى داخله داتا هنا مثلا بتاعت كاونتر او تايمر او اي داتا او اي وورد بتكون باينري اصفار وحيد، بيروح هو محولها الى باينري كود الديسمال عشان تظهر على 7 سيجمنت بشكل صحيح. يعني مثلا دلوقتي لو انا عايز اعمل اظهار لرقم مقام من 4 خانات، احاد، عشرات، مئات، الاف، اوكي، فاوصل كام 7 سيجمنت مع البي ال سي؟ هوصل 4 ديجيت، هعمل كونكشن لاربع خانات، خانه الاحاد والعشرات والمئات والالاف. كل خانه من دي لو هي شغاله بي سي دي هيبقى خارج منها كام طرف؟ 4 اطراف. وبالتالي عشان اعمل اظهار لرقم مكون من 4 خانات محتاج كام اوتبوت؟ 16 اوتبوت فقط. طب لو كنت اشتغل بال 7 سيجمنت العاديه كنت احتاج كام اوتبوت؟ عارف؟ اه 28. ليه؟ لان ال 1 ديجيت هيبقى فيها 7، 7 و7 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 28. فان انا استخدمت 16 اوتبوت فقط بدل ما كنت استخدم كام؟ 28 اوتبوت. طيب بس 7 سيجمنت الاربع اطراف دي لابد ان الداتا اللي هتخرج عشان تظهر عليها تكون بي سي دي. يعني ايه بي سي دي؟ يعني باينري كود ديسمال. فانا محتاج جوه البرنامج امر يحول الداتا من باينري الى باينري كود ديسمال. الامر اللي يعمل كده هو الامر ده اللي هو بيحول من فروم انتجر تو ايه؟ تو بي سي دي. اول لما يتم الضغط على اي 00 هناخد نبضه هنا هينفذ الامر ده في الرقم اللي موجود في الكاونتر بقى ولا في الميموري اللي هنا وات ايفر، هيتحول الرقم ده من باينري الى باينري كود الديسمال ويتم تسجيله هنا. تمام؟ تمام يا دكتور. انت امر اسمه ايه؟ convert from integer to bcd. بعدين اتكلمنا على 7 سيجمنت اللي فيها حاجه اسمها انيبل، دي برضو كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وان انا اقدر استخدمها في ان انا لما اعمل انيبل ل 7 سيجمنت دي وبعت لها رقم تظهره. اما لو ما كنتش عامل لها انيبل، يعني الانيبل سيجمنت كانت بزيرو وبعت لها رقم، مش هتظهره ولا تكتبه، وهتظل عامله اظهار للرقم اللي كانت بتظهره قبل كده. فاستغلنا الفكره بتاعت انيبل دي نعمل اظهار لاربع ارقام مختلفه باستخدام 20 اوتبوت فقط. لو كل رقم من الارقام دي مكون من 4 خانات، احاد وعشرات ومئات والاف، فلو انا حسبتها حسبه عاديه خالص كده وبدون اي تفكير، الرقم الواحد المكون من احاد وعشرات ومئات والاف هيبقى زي الرقم ده كده، محتاج كام اوتبوت؟ 16. اهي احاد عشرات مئات الاف محتاج كام اوتبوت؟ 16. يبقى الرقم الواحد محتاج كام اوتبوت؟ 16. طب لو انا بقى عندي كمان رقم ورقم ورقم، يعني 4 ارقام كلهم، كل واحد محتاج 16. 16 في 4 بكام؟ ب 64. فانا محتاج 64 اوتبوت. يا نهار ابيض، 64 اوتبوت عشان اعمل اظهار لكام رقم؟ لاربع ارقام مختلفه. 64. لكن مع استغلال خاصيه الانيبل دي قدرت اعملهم بكام اوتبوت؟ ب 20 اوتبوت بس. فانا وفرت اوتبوت عندي في البي ال سي، بدل ما كنت هستخدم او استغل 64 اوتبوت فقط هستغل كام؟ 20. فانا وفرت 44 اوتبوت. طبعا الجزئيه دي ليها برمجه معينه، ممكن يبقى ايه يعني نشرحها او نكتبها ونوريها لكم في المره الجايه ان شاء الله، عشان دي محتاجه بس تتكتب. الفكره عامله زي الكي باد كده يا دكتور صح؟ لا هي 7 سيجمنت بتكتب اللي هو ما انا فاهم، يعني بقفل رو واشغل كولوم، واقفل كولوم واشغل رو وكده صح؟ هشرح لك البرنامج بالكلام دلوقتي والمره الجايه هوري لك مكتوب. بنحط في البروجرام ده تايمر، والتايمر ده بظبطه على 4، اكتب له رقم 4 وهو 100 ملي سكند. فالاربعه دي معناها ايه؟ معناها 4 من 10 ثانيه. التايمر ملي سكند، وانا ضبطه على كام؟ على 4. فلما اضرب 4 في 10، 4 في 100 تبقى 400. 400 ملي يعني كام؟ 400 ملي يعني 0.4 سكند، يعني 4 من 10 سكند. فالتايمر ده هيعد 1 2 3 4، يبقى كده عدى ال 4 من 10 سكند. التايمر ده هاخد منه كونتاكت مقفوله منه في سكته، يعني في مساره، مش مقفوله منه في مساره.
فاول لما يخلص حد يعمل ايه في الكوانتا دي يفتحها فيحصل ايه في التايمر يرست فيعد من جديد. اذا التايمر ده كل 4 من 10 سكند هيعد من جديد هيرجع يعد. يعني يعد ايه 1 2 3 4 يرجع يعد من جديد 1 2 3 4 يعد من جديد وهكذا تمام. اجي بقى ايه اقول ان التايمر ده لما عد واحد يعني اول لما عد واحد من 10 سكند الرقم اللي انا عايز اظهره مثلا لو في عداد بيعد او في حاجه بتعد هحوله من باينري لباينري كود الديسمال وابعته على 7 سيجمنت دي كلها الاوت ده كله بس هعمل انيبل لواحده بس اللي هي دي. فالرقم ده هيتكتب على مين؟ على اللي انا عامل لها انيبل فقط والباقي مش هيكتب الرقم اللي انا بعته. طيب واقول بقى ان التايمر لما يعد 2 يعني 2 من 10 سكند اروح عامل انيبل للثانيه فقط والباقي كله معمول له ديسيبل وابعت الرقم الجديد. فالرقم الجديد يظهر على مين الرقم الجديد؟ على الثانيه فقط. طب والاولانيه تفضل كاتبه الرقم هي كانت قبل كده. بعدين اقول لما التايمر يعد 3 يعني 3 من 10 سكند اروح باعت الرقم الثالث اللي انا عايز اظهره واعمل انيبل بس للثالثه فيظهر عليها. وعند 4 من 10 سكند اروح اعمل انيبل للرابعه فيظهر عليها وارجع اعمل ابديت للفاليو وابعتها كل شويه. وبالتالي انا كل واحد من 10 سكند انا بعمل ابديت لسيفن سيجمنت وابعت القيمه عليها. دي بتكتب رقم غير ده غير ده غير ده فبقى عندي 4 سيفن سيجمنت كاتبين ارقام مختلفه بالرغم ان هم واصلين على التوازي مع نفس الاوت مع استخدام واستغلال خاصيه الانيبل اللي موجوده فيهم ومع كتابه برنامج بطريقه معينه لادر دايجرام يحقق الفانكشن المطلوبه. طبعا ده حاجه كويسه جدا ان انت عملت شغل كويس وفرت من 64 خليتهم 20 وكمان لو انت عندك الاكسبيرينس والخبره فانت وفرت اصلا مش عارف من 100 وشويه 112 باين لحد 64 وبعدين نزلت 20. انت لو استخدمت 7 سيجمنت عاديه اللي هي 7 اطراف ولا 7 اطراف فانت كده كنت تستخدم اوبك فانت وفرت توفير رهيب في الجزئيه دي بالمعلومه وبالخبره اللي انت خدتها في الجزئيه دي تمام. دي كده كانت المحاضره الايه اللي فاتت نقفلها بقى. المحاضره بتاعت النهارده اللي هنتكلم فيها عن الانالوج في ال سي هو بس اللي مش عارف زمايلك خربت ولا ايه معايا يا زياد معايا زياد معايا سمعني طيب دلوقتي هنشرح الايه معاك يا دكتور تمام هنشرح بقى الانالوج بي ال سي سامعني انا سامعك اه سمعتك وبس واضح ان في تاخير في الصوت دلوقتي اللي بتخش في مشكلة طيب الاشارات بتخش على البي ال سي ممكن تبقى ديجيتال ممكن تبقى انالوج لو السيجنال انالوج بتبقى السيجنال دي متغيره مع التايم. امثله على السيجنال انالوج يعني ايه؟ لو انت عندك مثلا فلو ميتر او فلو ترانسديوسر بيحول الفلو بتاع ليكويد داخل تيوب الى سيجنال متغيره مع التايم وكل لما الفلو يزيد السيجنال تزيد لما الفلو يقل السيجنال تقل. السنسور بتاع الرطوبه السنسور بتاع الوزن اللود سيل ترانسديوسر البوتنشيوميتر البريشر ترانسديوسر والفايبريشن والتمبريشر ترانسديوسر دي كلها امثله للانالوج انبوت اللي بتخش على الانالوج بي ال سي. الفرق الرئيسي بين الديجيتال انبوت والانالوج انبوت ان الديجيتال بيكون 0 1 بينما الانالوج بيبقى سيجنال متغيره مع التايم زي سيجنال دي كده. طيب ازاي البي ال سي بيتعامل مع الانالوج سيجنال؟ دي عندي فاريبل سيجنال او انالوج سيجنال هي متغيره بتخش على البي ال سي بتخش على حاجه اسمها الاي تو دي كونفرتر اللي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر جوه البي ال سي بعدين بيدخلها على الميموري ويخزنها جوه في البي ال سي في ريجستر معين. المديول اللي بيحول الانالوج سيجنال الى ديجيتال اسمه اي تو دي كونفرتر واحنا بنشتغل مع كونفرتر بيحول الكلام ده ويسجلها في ميموري حجمها 12 بت
دي الستبس او دي الخطوات اللي بيتم تحويل السيجنال الانالوج الى سيجنال ديجيتال. اول حاجه الانالوج سيجنال بتخش على الترانسديوسر اللي هو السنسور، بيقيسها، بيحولها من فيزيكال سيجنال زي تمبريتشر زي بريشر زي فلو زي ويت الى الكتريكال سيجنال. وبالتالي السيجنال هنا هي هنا، بس هنا كانت سيجنال فيزيائيه فيزيكال سيجنال، وهنا اتحولت الى الكتريكال سيجنال فولت او كارنت. الفولت في الغالب بيكون من 0 ل 10 فولت، دي الاكثر استخداما، او كارنت بيكون من 4 ملي امبير ل 20 ملي امبير. دي الستاندرد انالوج سيجنال. الانالوج سيجنال الكهربيه دي اللي خارجه من الترانسديوسر بتخش بقى على الانالوج بي ال سي، بتخش اول حاجه على حاجه اسمها اي تو دي كونفرتر، انالوج تو ديجيتال كونفرتر. بيحول السيجنال الانالوج دي الى ديجيتال نمبر ويخزنها في ريجستر حجمه غالبا 12 بت. وبعدين تسجل الداتا دي في ميموري جوه البي ال سي. تسجل في ميموري جوه البي ال سي. يبقى ليها عنوان معين. دي الخطوات اللي هي بتاعت تحويل الانالوج الى ديجيتال. The transducer detects the process signal زي temperature أو pressure. The transducer بيحول السيجنال الفيزيكال دي إلى electrical signal. الـ analog input transform the signal into 12 bit value proportional to the electrical input. يعني السيجنال الكهربائية دي بيتم تحويلها إلى digital signal ويتم تخزينها 12 بت، والقيمه اللي بيتم تسجيلها في ال 12 بت دي بتكون تتناسب مع القيمه بتاعت السيجنال الكهربائيه في الوقت ده. وكل ما السيجنال الكهربائي يزيد الرقم هنا هيزيد، السيجنال تقل الرقم يقل. بس بيتم تخزين بقى الداتا دي جوه البي ال سي ويتم التعامل معاها. فدي خطوات تحويل او تسجيل السيجنال الفيزيكال او الانالوج الى سيجنال ديجيتال وتسجيلها داخل البي ال سي. كيفية التوصيل؟ أولا التوصيل بيكون طرفين. لو أنا هدخل السيجنال اللي خارجة اللي هي جاية من الترانسديوسر دي بعد ما أحولها إلى سيجنال كهربية، لو هي فولت بيخش طرف على الفولت وطرف بيخش على الكومن. الفولت غالبا بيكون من 0 ل 10 فولت، بس في جهود تانية من 0 ل 5 فولت ومن 0 ل 1 فولت وموجب وسالب 5 فولت وموجب وسالب 10 فولت دي سي. اما لو كان الكرنت فالقيمه الاكثر استخداما في الكرنت هي من 4 ل 20 ملي امبير. دي الفيزيكال سيجنال قبل ما نخش على السنسور او الترانسديوسر. السنسور بيحولها من فيزيكال الى الكتريكال ويبعتها للبي ال سي. ده اكزامبل لو انا بحول من اي تو دي كونفرتر 12 بت. فمثلا لو انا عندي سنسور او ترانسديوسر بيقيس البريشر وبيقيس البريشر في فاريشن من 0 لحد 500 بي اس اي، فيتم تحويل البريشر دي اللي هي الفيزيكال سيجنال الى الكتريكال سيجنال مناظره ليها هتكون من 0 ل 10 فولت. فالمينيمم فاليو كبريشر 0 هيقابلها 0 فولت، والقيمه المتوسطه مثلا 250 هيقابلها 5 فولت، والقيمه الكبيره اللي هي 500 هيقابلها 10 فولت. واصبحت العلاقه بين البريشر والالكتريكال سيجنال اللي خارجه من الترانسديوسر علاقه لينير. فكل ما البريشر يزيد كل ما الفولت اللي خارج من السنسور يزيد. الفولت ده هو اللي يخش على البي ال سي، بس هيخش على ايه في البي ال سي؟ على الاي تو دي كونفرتر اللي هو هيحوله بقى من سيجنال كهربيه الى ديجيتال نمبر او ديسكريت نمبر ويخزنه. فالزيرو كفولت هتخزن كزيرو نمبر في الميموري اللي هي 12 بت. طيب وال 500 بي اس اي او ال 10 فولت هيسجله 4095. طب ليه 4095؟ يعني ايه الرقم ده جه منين؟ مش احنا قلنا الاي تو دي كونفرتر هيخزن الداتا في 12 بت؟ ايوه. طب لو انت عندك 12 بت مليتهم كلهم بوحايد 1111 لحد اخر خانه، الوحايد دي اللي هي باينه دي تكافئ كام ديسمال؟ تكافئ 4095. طب جبت الرقم ده منين؟ 2 باور 2 اس 12 ناقص 1، لو حسبتها يطلع كام؟ 4095. طيب ولما يبقى القيمه 5 فولت يبقى نص الرقم ده هيتحط هنا تقريبا، يعني اللي هو 2047. طيب انا لما اعرف الرقم اللي جوه الميموري هعرف الانبوت سيجنال كانت عامله كام. يعني مثلا لو انا في برنامج عايز اقول ايه لما تبقى التمبريتشر سوري لما يبقى البريشر
150 عايز اعمل حاجه معينه، او اكبر من 150 عايز اعمل حاجه معينه. في البرنامج هقارن ايه؟ هقارن الريجستر اللي متسجل فيه الداتا. ال 150 كبريشر يكافئه كام فولت؟ 3 فولت. طب هتخزنه في الميموري كرقم كام؟ 1229. فاذا لما اقارن الميموري اللي جوه البي ال سي لو فيها 1229 ده معناه ان هي كام فولت؟ 3 فولت، يعني 150. فاقدر اعمل حاجه بقى في البرنامج في وقتها. يبقى انا جوه البرنامج ما بتعاملش مع 3 فولت ولا 150 كبريشر، بتعامل مع الرقم اللي هو متخزن في الميموري. معايا يا زياد؟ دي حته مهمه. سامعني؟ نكمل. وبالتالي اقدر جوه البرنامج اشوف الارقام دي قيمتها كام، واعرف الالكتريكال سيجنال داخله بكام او البريشر بكام. طبعا ده اكزامبل بيوضح التناسب ما بين القيم الديجيتال اللي متسجله في الميموري جوه ما بين الفولت الالكتريكال والبريشر اللي انا قيسته. طب كيفيه توصيل الاوتبوت سيجنال او الانبوت سيجنال؟ الانالوج انبوت سيجنال ممكن يتوصل ب... يبقى كل انبوت ليه كومان خاصه بيه بالشكل ده، فيبقى كل سيركت عباره عن طرفين، ولازم الكابل يبقى زي شيلدد ومتقرض عشان السيجنال ما يحصلهاش اضعاف او تداخل مع سيجنال ثانيه. في الرسمه اللي على اليمين دي كل انبوت ليه كومان خاصه بيه، في الرسمه اللي على الشمال دي الاثنين انبوت انالوج ليهم نفس الكومن، وبالتالي هباخد كومن واحده للاثنين، بس برضه ما زال كل كابل عباره عن دي شيلدد مغطيه عشان يحميه من اي سيجنال خارجيه، وموصل برضه بالارضي. دي طريقه توصيل الانبوت سيجنال. ودي ممكن يجي فيها سؤال، ازاي توصل الانبوت سواء كان ليه كومن، كل انبوت ليه كومن، او الاثنين انبوت ليهم كومن مشتركه. الرسمه دي مهمه، وانك ترسم الشيلد مهم، وانك ترسمه التقليد بتاعه ده مهم. طيب الانالوج اوت زي ايه؟ زي مثلا لو بشغل انالوج فالف واتحكم في المعدل الفتح بتاعه والقفل عشان اتحكم في الفلو اللي خارج منه. لو عندي اكتويتر بتحكم فيها. لو عندي موتور بتحكم في سرعتها. لو عندي انالوج ميترز او بريشر ترانسديوسر اتحكم فيه يفتح ويقفل بطريقه معينه. الحاجات دي كلها انالوج اوت. دي امثله على الانالوج اوت. طب طريقه توصيله؟ بطلع من البي ال سي بطرفين. لو هم سيجنال فولت بيروح على الترانسديوسر، او سيجنال كارنت برضه يروح على الحاجه اللي بتحكم فيها. والحاجه دي هي اللي بتحول الفولت اللي خارج من البي ال سي الى اشاره بقى انالوج تتحكم في الفالف، تخليه يفتح تخليه يقفل بمعدل معين. فده مثال على الانالوج اوتبوت سيجنال. وده برضه مثال بالارقام. لو انا عندي في البي ال سي في الميموري متخزن في الانالوج في الميموري الخاصه بالانالوج اوتبوت رقم معين، لو متخزن مثلا فيها زيرو فده في الاخر هيطلع من الاوتبوت كزيرو فولت، فيطلع كبريشر كام في الاخر؟ كزيرو بي اس اي. طب لو مخزن الرقم ده اللي هو 2047 ده يكافئ 5 فولت، فيخرج عندي من البي ال سي الانالوج 5 فولت اللي هو يكافئ كام ضغط؟ مثلا 1000 بي اس اي. طب لو متخزن الرقم ده اللي هو 2095 ده اللي يكافئ كام؟ 10 فولت، فيخرج عندي من البي ال سي 10 فولت اللي هو في الاخر هيحدد الضغط بكام؟ ب 2000 بي اس اي. طبعا اللي بيحدد بريشر الترانسديوسر اللي موجود في الرسمه هنا، اللي هو بياخد السيجنال دي ويطلع ضغط مناسب للجهد اللي داخله. فلو داخله مثلا 0 فولت هيطلع بريشر ب 0، داخله 5 فولت هيطلع مثلا 1000، داخله 10 فولت هيطلع 2000 على حسب. طب ما بينهم بقى؟ نعم. لو ما بين بقى ال 0 مثلا 5 فولت 3 فولت مثلا ولا حاجه، هيبقى بريشر رد ما بينهم وعلاقه هنا لينير. يعني مثلا انت عارف علامه الكروس اللي هي الاكس، لو انت دلوقتي عندك ال 4095 تكافئ كام؟ 10 فولت. طب دي بتطلع ضغط كام؟ 2000. تمام؟ معايا؟ سامعني يا زياد؟ زياد سامعني؟ مشكله عندي انا مش عارف احلها. واضح ان في عندك السرعه، في مشكله في سرعه النت. طيب اسمعني خلاص.
دلوقتي مثلا لو انا عايز الضغط يكون 1500 مش 2000، هعمل ايه؟ هشوف ال 1500 دي تكافئ كام فولت. طب ما انا عندي ال 2000، ال 2000 يكافئوا 10 فولت، يبقى ال 1500 تكافئ كام فولت؟ هي اضرب 1500 في 10 واقسم على 2000، هضرب 1000 تمام في 10 واقسم على 2000، هتكافئ 7.5 فولت. يبقى انا عشان اخد ضغط هنا 1500 محتاج يطلع لي ايه؟ 7.5 فولت. طب 7.5 فولت دول يبقى احط رقم كام هنا؟ اللي هو رقم ما بين الاثنين دول. يعني هقول لك، يبقى 4095 47 هيبقى 3071. فاقدر اسجل في الميموري هنا 3071، الرقم ده هو اللي هيطلع لي 7.5 فولت، هو اللي هيديني 1500 بي اس اي. احنا لو مشيناها ايه؟ لو مشيناها مثلا دي 2000 ودي 4000، فلما احط هنا 3000 يبقى هاخد 7.5 فولت، ده الرقم اللي في النص يعني. فبالتالي اقدر اتحكم في الضغط اللي خارج من عندي عن طريق تخزين رقم مناسب هنا في الاوتبوت الميموري، اللي هيترتب عليه انه يكون الفولت مناسب هنا، مناسب او مناظر للرقم اللي موجود في الميموري. وبالتالي بتحكم في الضغط. انا بتعامل مع تنسور انالوج يعني، صح؟ في الاوت هو بياخد الفولت اللي عندي اللي خارج من البي ال سي، ويتحكم في الضغط بتاع الفالف، هيفتحه اكتر او يفتحه اقل على حسب الضغط اللي هيطلع منه. طب الضغط اللي يطلع من الترانسميتر ده هيبقى معتمد على مين؟ على سيجنال الفولت اللي خارجه من البي ال سي. طب الفولتج سيجنال اللي خارجه من البي ال سي معتمد على ايه؟ معتمد على الميموري بيسجل فيها كام هنا. فنقدر بالبرنامج اللي هكتبه واحطه على البي ال سي اتحكم في الاوتبوت فولتج اللي خارج من الانالوج بي ال سي، واتحكم بالتالي في البريشر، واتحكم بالتالي في معدل فتح الفالف ده يفتح اكتر او يفتح اقل، وبالتالي اتحكم في الفلو بتاع البامب. تمام، ده كده مثال على الانالوج اوتبوت. طبعا هنا ده مثال اخر، ان انت لو عندك خط انتاج وعندك هنا في برودكت ماشي على خط انتاج، فانت عندك هنا في ويت سنسور او ويت سيل او لود سيل، فالمنتج بيعدي على اللود سيل يتوزن، لو وزنه مظبوط بيكمل، لو في مشكله في وزنه بعمل له ريجكشن واخليه يمشي على سير مختلف عشان يتعاد ضبط الوزن بتاعه. ده مثال على الانالوج سنسور. طبعا بيبقى في هنا حاجه اسمها ايه؟ التوليرانس. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز ده يكون 1 كيلو جرام. طب افرض كان 1 كيلو جرام الا مثلا 10 جرام، اقبله ولا ما اقبلوش؟ طب الا 20 جرام، فلازم احدد التولرنس بتاعي فين. ما اقدرش اقول 1 كيلو جرام واسكت، لازم احط موجب سالب 1 كيلو جرام موجب سالب كذا. فلو هو في الرينج المسموح بيه هعديه هقبله، لو هو خارج هذا الرينج هرفضه. وبالتالي محتاج حاجه تقيس لي الوزن كانالوج مش ديجيتال بقى. تمام، لان هنا في حاجه اسمها التولرنس، لان مش هينفع اكزاكت اقول 1 كيلو جرام اكزاكت، لازم احط موجب سالب، لانه كده هيكون ازيد حاجه او اقل حاجه، فيبقى عندي في رينج مقبول ورينج غير مقبول. ده السؤال اللي كان جانا قبل كده في الاساينمنت، ده الحل بتاعه. ده سؤال برضو، لو انا عندي الانبوت والاوتبوت كده وعايز احلهم واعمل لهم برنامج، مره بالاون ديلي مره بالاوف ديلي، ده الحل بتاعه. ده الحل هو مره بيستخدم اون ديلي وده الحل بيستخدم اوف ديلي. هتقولكم تبص عليه وتشوفوه. ده مشروع اسمه رادار، كنا اتكلمنا فيه قبل كده. رادار شرحناه قبل كده، الرادار ده كنت شرحته كده. لا ما شرحناش الرادار ده. طيب ده انا عن طريق وان واي اتجاه واحد، وعايز اقيس سرعه العربيه، عشان لو العربيه دي تجاوز السرعه معينه اديها مخالفه او اصورها. فحطينا سنسور على اول الطريق هنا في بدايته، وبعد مسافه معينه حطينا سنسور اخر، فالمسافه دي معروفه معلومه وليكن 10 متر. العربيه لما تمشي مين هيشوفها الاول؟ سنسور رقم واحد هيحس بيها، فيروح مشغل جوه البرنامج ايه بقى في البي ال سي؟ شغال تايمر. التايمر يبدا يعد الزمن. العربيه بعد شويه هتيجي في المكان ده، فيبقى سنسور واحد مش شايفها، بس التايمر لسه بيعد الزمن، شغال بيعد. تفضل ماشي العربيه لحد لما تيجي فين؟ قدام سنسور رقم 2. التايمر يقف ويحسب الفيلوستي.
تكتب السرعه بالظبط، مش الفلوس بقى، سميها السبيد يعني السبيد، سرعه تحرك العربيه. المهم هما يا دكتور الرادار ده يعني الرادار ده بيبقى مكون من جزئين ولا من جزء واحد؟ لا دي فكره، ده مش رادار، ده مش رادار حقيقي، دي فكره احنا بنقترحها او بنحطها بصمام البي ال سي، لكن الرادار حاجه ثانيه غير كده، ان جهاز الرادار حاجه ثانيه، لكن دي فكره احنا بنناقشها كبرمجه يعني. المهم العربيه لما تيجي عند رقم 2 عايز التايمر يقف، واخد التايم اللي اتعد واقسم المسافه على الزمن بامر القسمه اللي احنا خدناه الديفيجن. عندي مسافه كام؟ المسافه اللي قطعتها السياره قد ايه؟ 10 متر. 10 فالمسافه عندي 10 متر، والزمن موجود فين؟ في التايمر اللي عدى الزمن. اروح اقسم المسافه على الزمن. طب لما اقسم المسافه على الزمن جبت مين؟ جبت السرعه. اقارن بقى السرعه دي بالسرعه المسموح بها على الطريق ده، فلو السرعه اقل خلاص عدي العربيه مش مشكله، ولا صور يعني تمام مش مشكله، لكن لو سرعه كبيره هشغل الكاميرا عشان ايه؟ اصورها. تمام. دي العربيه مالها؟ عربيه مخالفه. ممكن بقى ازود على المشروع ده حاجه، ان انا ممكن احتاج ان اعمل اظهار لسرعه العربيه على 7 سيجمنت العربيه المخالفه او العربيه الغير مخالفه او كلهم. فعايز اي عربيه معديه اعمل اظهار للسرعه بتاعتها على ايه؟ على 7 سيجمنت. مثلا لو السرعه عندي تبدا من زيرو لحد مثلا 300 متر في الثانيه مثلا، فاحتاج كده كام خانه؟ 3 خانات، احاد وعشرات وايه؟ ومئات. طبعا هجيب 7 سيجمنت بقى بي سي دي وهنوصلها على البي ال سي، ونعمل تحويل من انتجر لبي سي دي في البرنامج. البرنامج عامل كده، ده البرنامج. ليه استخدمنا تايمر ريبريزنتيف وليه ضبطناه على الرقم ده؟ وادي امر القسمه اللي كتبنا هنا 100 مش 10، لان المسافه 10 متر. الامر ده استخدمناه ليه؟ ليه بحول من انتجر لبي سي دي؟ ليه كاتب هنا الميموري حجمها وورد؟ كل الحاجات دي بقى سيب لكم البرنامج ده تبصوا عليه ونتناقش فيه المره الجايه ان شاء الله. تمام تمام يا دكتور. النهارده شرحنا الانالوج وخلصناه، ورجعنا اوامر الشيفت والروتيت وشيفت ريجستر بت، وخدنا كويز كده وحليناه، وفي اساينمنت مطلوب ما تنسوش. حلو الكويز من غير كاونتر من غير كومبير. واخر ميعاد للاساينمنت ده قبل المحاضره القادمه، يعني يكون الاساينمنت وصلني قبل المحاضره اللي جايه يوم الخميس ان شاء الله. تمام يا دكتور. ماشي. شكرا ليك. ونتقابل ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله. سلام عليكم.